السلام عليكم. حنا العمال ديال عين الحسن اللي كنا ياها في باب سبته خدامين كاملين. الديوانه اللي كانت شاده خدامه فيها الكبير والصغير والزحف والعور والمريض والصحيح. النهار اللي سدتنا عطاونا هذا البديل ديال هذا السيد. كنخدموا شهرين وعام كنجلسوا، حنا راه ضايعين غارقين. هل اللي عليها الكرا؟ هل اللي عليها زيغت هذيك شهاده العمل ودرت كريدي وعلم الله ما كنخلصوهاش، علم الله واش يدونا للحبس ولا شنو يديروا معانا؟ حنا بالجوع الثلاجه ديالنا خاويه، ولادنا ما قريناهمش لان ما عندنا باش نشري لهم لا كتوبه لا حتى حاجه اخص حيدوا لنا الدعم هذا العام ديال الكتوبه، ما عندنا فيها نمشيو، كل وحده فينا مضروبه فيها حتى سكتت. كان عندنا هذا الباب هذا كنسدوا به واحد شويه صافي كملناه، جلسنا نهار 16 شهر 8 على اساس كنجي صدق طول بينا هذه المده كامله وما كيخلصناش. شنو بغى عندنا هذا السيد؟ الله يرحم بلو الوالدين، كنطلبوا من جلاله الملك يعطونا البديل اللي يحسن بينا او اللي يحل لنا. السلام عليكم. انا عامله في المعمل سركيتوس اللي كاين في عين الحسن. حنا الناس اللي كنا خدامين في الديوانه، الدولة عدلتنا هاد المعامل باش نخدموا في عيوط اللي كنا في الديوانة، ياك؟ هاد السيد هذا اللي خدامين معاه تقريبا دابا 3 سنين ونص. شهر 8 15 شهر 8 خدمناه كامل. من خدمنا 15 جاو عندنا قالوا لنا انتم خارجين كونجي، على أساس غنخرجوا كونجي وموراها غنرجعوا للخدمة ديالنا. من شهر 8 في 15 إلى حد الآن، شهر 8 في 15 سردنا الخلصة 18 في الشهر اللي دخل لشهر 9 سردنا غير نص الخلصة، ياك؟ دابا تقريبا شهرين ما جوزنا حتى حاجة. حنا دابا كنطلبوا السيد العامل، هذا السيد هذا راه ما صالح الناشي، هذا السيد هذا كنطلبوا من السيد العامل كما اللي جابنا لهذا السيد هذا يدينا يجي لنا بديل اخر، حيت حنا عينا بهذا الشواء هادية، خصنا البديل، خصنا حنايا الناس، حنا كنا خدامين في ديك الباب الديوانة، حيت حنا عندنا مسؤولية، كاين هنايا الأرامل، كاين المطلقين، الناس هنايا الله يحسن العون، راه الناس دابا وصلت بهم عندهم كريدي البنكة، يعني البنكة ما عاد تقول لهمش لا واخا حنا غنصبروا عليكم حتى يجيب لكم حتى يردوا عليكم الشهر. دابا حنايا هاد الوقفة هادي ماشي ضد الرخصة، هاد الوقفة هادي ماشي حنا كنطلبوا الرخصة باش نصحوا واحد المسألة، هاد الوقفة هادية كنطلبوا هاد السيد هذا يعطينا المستحقات ديالنا ويعطينا الشهر ديالنا، وكنطلبوا من الدولة يجيبوا لنا مستثمر جديد يحسن بينا باش نبقاو خدامين على طول العام. السلام عليكم. حنايا كنا يعني في المعبر ديال سبته، باب سبته خدامين فيه كبارين وصغارين، ودابا حاليا داروا لنا واحد البديل، يعني داونا المنطقة عين الحسن خدامين فيها، واخا هاد قوة البعد اللي عندنا وسبينتيرات، يعني بزاف د الحاجات كنتعرضوا ليها، وعلى أساس صابرين، هيداك وصابرين، جا السيد 15 في 8 وقفنا على أساس كنجي، كنتفاجئوا ووقفنا هاد المدة كاملة، مي هضرنا معاه قال لك أنا سيدي داخل في الحيط، أنا ما بقالي باش نخلصكم، ما عنديش، والرخصة تحيدت ليا، حيت الدولة ملي كتحيد ليا البريز، جا هو حيدوا له البريز ديالو. وهو بغى يحيد لنا البريز، حنا راه حنا بيدنا على الاحتياجيات ديالنا، العياد المدرسه والكرا، عندنا بزاف الظروف ديالنا راه خاصه، خص هاد السيد هذا سعاده العامل ولا جلاله الملك يتدخل في هاد الشيء هذا، باش يديروا لنا شي حل، حيت يفتحوا لنا باب سبته ولا يرجعونا المعامل ديالنا نخدموا كما كنا. حنا عاملات تهريب المعيشي سابقا، عطانا كبديل بعد ما ناضضنا ورفعنا الصوت ديالنا، عطانا واحد المعمل كان مكلف به هولندي. هاد السيد كان الشيف ديالي المباشر، انا كنت كندير اون بي اس عندو، يعني ايد شيف ديال العاملات. ملي كنا عندو خدامين كنا مزيانين، ملي كان معنا ذاك الكاوري ناض هو تغنى خدا المعمل ديالو، شرا المعمل ديالو ديال اتكس ديال طنجه، تخلص من دوك اللي كان عندهم 16 عام تما في طنجه، وبدا كيتخلص منا حنا 10 10، من 2022 وهذا المشكل خدام. دابا جرى الفئه الاولى في 2022، هذه الفئه الثانيه اللي فيها 600 مره راه باركين مساكن شهرين بلا، من 15 في شهر 8 وهما كيعينيو امرين باركين بلا ماكله بلا شراب، اللي كتسعى فيهم كتسعى، وكتعرف اوضاع المزريه اللي كيعيشوها الناس اللي كانوا خدامين باب سبته، المراه والراجل والاولاد، الحباس
الحباس عمرو بالولاد ديالنا، لان لا سرق بسطام ولا تليفون كيديروا الجنائيه كيتحكم، كتبقى المراه ما حيلتها الولاده ما حيلتها المول الحبس، لان ما صاب ما ياكل طبيعه الحال غادي يمشي يسرق، لان الشفار الكبير دالو الميزانيه وخلى امه جالسه ناض ولدها كيسرق باش كيمشي للحبس. راه خلق لينا افه اجتماعيه، ولادنا ولاو كيدخلوا للسجون بسبب السرقه، لان ما تما خدامينش والرجال هربوا عليهم ما عنده ما يعطيهم، ودابا كيدي واحد الفئه لطنجه على اساس تخدم تما 19 وحده كيمضيهم. الفئه الاوليه مضام على الكونجيات، واحد السيده كانت مديره الموارد البشريه هي اللي مضات هاد الناس سابقا في 2022 على الكونجيات، هما استقالات وانا وحده منهم، انا ما مضيتش، انا باقا مطروده بالتعسفي من 2022، طرق جميع الابواب، ملي غلبني الفساد وغلبوني المفسدين طلبت بالتعويضات ديالي، عطيني الشيك قال لي تعطوني الرخصه ديال تمرير الملابس. واش هاد الناس حومق يعطيو لهاد السيد الرخصه ديال تمرير الملابس والعاملات ما باغينوش؟ ها هما ما دارش لهم الرباح، قال لهم انا ما بغيتش الكبيره عليا انا، وهادو واش داروا ليه؟ الرساله ديالي خاص الناس تخلص في الاجور ديالها، راه عليهم الكريديات ورافدين الكريديات ورافدين الكريديات ورافدين مساكن رفدهم عطاهم شهاده العامل رفدوا على الكريديات. دابا كنطلبوا من السيد العامل يدير لنا جلجنه ديال الصلح بيناتنا وبين هذا السيد، نشوفوا اشنو تحت راسه، حنا باركين عند العماله حتى يجيبوا لنا رب العمل ويجيبوا لنا مندوب الشغل ويجيبوا لنا مفتش الشغل. السلام عليكم. الله ينصر سيدنا، حنا سيدنا ما سامحش فينا، جات كورونا عطانا الدعم وكيعطينا تعاونيه بالقفه، ودابا عطانا الدعم للخدمه، ملي عطانا الدعم للخدمه خدمونا خدمونا دابا وقفونا، شي ناس كيديوهم يخدموا في طنجه كيطفوا انت وكيخلصوهم، حنايا سمحوا فينا ما كيخلصونا ما والو، علاش انا عندي الكرا عندي الموضوع عندي الراجل مريض خصو 50000 فرنك الدواء و 30000 فرنك التكويزه في عنصيبه، وهذا حقنا عطاه لنا سيدنا، ولكن كيديوه لنا علاش داوه لنا؟ حنا طالبين حقنا. انا بنتي ماشي تقرا تقول لي عطيني فلوس باش نركب، باش غنعطيها الفلوس نركب في عنصيبه ملا عنصيبه تسعة، هذا الشيء ماشي معقول، ولكن حنا طالبين حقنا على اللي طاه لنا سيدنا. والسلام عليكم.